شفيتش يمه؟ انت اللي شفيتش نطيتي بوجهي نطتيني، شفيتش خرقتيني؟ انا ما فيني الا العافيه، بس غريبه شو مطلعتش هالحزه؟ خالتي شرقيه اتصلت فيني مسكينه وعندها موضوع بتكلمني فيه. ايش فيها خالتي؟ حتى يما ما ادري المعلمك. تبيني اجي وياك؟ ها؟ ايش حقتين وياي؟ يعني قلت يمكن تبون شيء، قاصركم شيء؟ يعني كلش اذا نبي شيء الحين انت بتسوين شيء؟ ما ادري بعد، انا قلت ادي الواجب. ادي الواجب هني ببيتكم، يلا بروح شوي وبرجع. الله وياك. حسبي الله على بليزك يا مرزوق. وي هذا مش نظم لعب خالد. يا حسب انت شافني 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 شافني. اوه هذه منسية وين طالع هالحزة؟ شوفها رايحة بروحها. ايه دشت بتيارتها رقية، اكيد ما تروح الا عند رقية، بس ما لها عادة تطلع الحزة. عزيز ايش دعوة ناضيك تشوفني وتصد عني؟ قاعد احاجيك. قول عامر اشتد زعلان مني؟ انت شو رايك؟ سامحني يا اخوي، ترى مو قصدي، حالتي حاله يعني، لا تشيل بخاطرك علي، انت مو غريب، انت اخوي. ما اشيل بخاطر عليك، انت مثل اخوي، بس لو تبطل من هالاحساس الزايد هذا. يعني تقنعني انك انت مو حساس وما تزعل ولا تعصب بسرعة. ازعل مو كثرك. قول لا اله الا الله، اهدى. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، علم نفسك. ايش علم نفسي؟ الحمد لله على كل حال. الله يلعنك يا ابليس، انا شفيني كله منك يا سالم، نقلت لنا العدوى، بس انا ما اشك بامي. زين وين راحت الحزه؟
مناو أنا. تعالي فوز. سهام إيش فيك؟ أمي. إيش في أمي؟ ما فيها شيء يسمى عليها. حسبي الله إبليسك، قعدتني من النوم تقولي لي أمي وبعدين ما فيها شيء. أمي طلعت هالحزة، وين راحت؟ أمي راحت بيت خالتي رقية. وانت ايش درات؟ وخالتي رقية قالت لها ان عندها مشكلة وراحت لها. ايه زين اشوى الحمد لله. يلا عيل تصبحين على خير. ملقوفة. سكر سكر باب وراك. يلا يلا يركبه يلا 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 يا منسيش ناطرة يلا يلا يا منسيش ناطرة. انت شكو توصل الحريم؟ ها منسية من صجيش تبي نخلي الحريم يروحون بيوتهم مشي؟ انا ما قلت لك خلهم يروحون مشي الله يهداك، بس اكيد عندهم سيارة. اي عندهم سيارة اذا مرزوق بكبره ما عنده سيارة هم عندهم سيارة. انت ما سمعتي ام فهد تقول؟ تقول ولدي ياخذ سيارتي مع ربعي يروحون يقحصون. العالم كلها تشتكي من سالفة هالتكحيص. اي والله سمعتها وعلي عليه شقيانة المرة. يا بنت الناس امشي امشي خلينا نوصلك بعدين اقط الحريم. ايش توصلني من بعد بيتنا؟ كاهو منسية من صجيش. امشي يبا امشي امشي يلا 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 ركبي يلا. اي عاد مرزوقة الله يهداك. تعالي تعالي امشي. قبل شوي منسية بروحها، الحين معاها حريم وايد ومرزوق بعد وياهم. شو السالفة؟ يا سلام الحين الحلو حلو يا حلو الحين الاكل طعم حبيبي بيوم واحد 500 دينار حاضرين صدق ما عندك سالفه رايح تتوظف بالحكومه ايش لك بوظيفه خليك على الكاش لا ينحاش حبيبي المعاش عمره معاش اي والله عمره معاش ايش اسوي الوالد مو راضي يبينا توظف بالحكومه تخيل يعني انا اليوم طلعت 500 وباجر 500 وعقبه 500 شو نسوي؟ مو راضي مو راضي. بيزات بيزات. حاجتك اليوم في عده؟ ما ادري كنا مع فروي. حد فروي دفيع. يلا 500 على 500 على 500. خير. عازمك على الشغل. ما تسوي الا بالسنه مره. ما تفتح انت؟
مويتي؟ اي مويت. يما عشان خاطري لا تفكري بشيء، حط راسك تنامي ومن اصبح حفله ان شاء الله. يما تصبحين على خير. وانت ما علي يني. وانت بروحك بعد يا مرزوق؟ لا ماكو احد وياي، كلهم قطيتهم. اركض اركض يا مرزوق اركض، خلها تلثم عشان ينانوا ويوخرون عني. ايش فيك يا مرزوق؟ ماكو شيء. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله عليك وعلى عليك يا رب. لا ماكو ينان وهي توالي. يجتمعون ينانوا عليه، يسوون جلسة سرية ويقررون قرار قاتل. اركض يا مزوق، ايش فيك علامك؟ لا تخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا عليك ولا على غيرك. يلا هلا يما، صباح الخير. شوية وروقي جاهز. لا يما مو مشتهية. وليش مو مشتهية؟ ما أدري، قعدت من النوم شبعانة. جديدة هذه، حق حالي قعد من النوم شبعان؟ والله راسك مو جوعانة. أقول يما. قولي. أمس بالليل جتني فوز تسألني عنك، تقولي ما تدري إن أمي وين رايحة لهزة؟ ما قلت لك. يما أدري، بس صدقيني هي ما تدري أنت ليش طالعة وش حقها. يما إيش رأيك نقول لهم؟ يعني وياك تبين طاري، قلت لك الموضوع هذا ستي بس انا وانت اللي نعرف، فهمتي؟ اي ما صدقيني، كلنا بنكتم اسرارك مو بس انا. وبعدين معاك لا تخليني حاتي وافكر في الموضوع، انت غير وهم غير، لا تبين طاري. يلا طلعي برا عشان تريقين وعلشان نبي تريقين. ان شاء الله. يلا 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 عشانك بس. ان شاء الله. قاعد خالي من النوم، خفت. وش حكت كاني خفي نايم؟ شيء غريب، انا اول مره اشوف ريان نايم كذي. شوفي الاكيد الحريم تطلقوا وصوت الشخير. قاعده قاعده
لا عاد مو كذي يا مرزوق، قلت لك خلي سويك السيارة بالسيارة، تاخذ السيارة بكبرها. بس شو اسوي؟ ما اقدر اقول شيء، القلب وما يهوى وسيارة المرحوم ما اقدر اسوقها، خلي اروح ماشي احسن. يبا ايش فيك؟ ها؟ ايش فيك؟ وين وصلت؟ لا ما بشي، بس في موضوع صغير شغل بالي. حاجيك يبا، مو تسمع حكي مني ولا مني وتعصب تيجي تنرفز علي؟ يعني شلون؟ انا واضح معك. يا يبا انا كبرت وابي ارتاح. شلون يعني؟ يعني ما راح ارتاح الا اذا تركت سوالف السباقات والتشفط وتقحص. سوالف في المصبنه ودورت لك على وظيفه. يبا انت لا تحاتي، بس انت لا تقعد تفاول علي، انا ما يصير فيني شيء. هذاك اليوم مايكل شماخر دق علي. بعد؟ بيتسابق معي؟ لا قاعد اشمر معك. ما اعرف الماني. عسى ما زعلتي؟ لا يا مرزوق انا ازعل منك، بالعكس انا معتمده عليك اعتماد كلي. قصدك اعتماد جوهري. مرزوق لا تحاجيني بالفصحى، حاجيني بالعامي. سلامتك من الله يا مرزوق. قول لي شو معور قلبك علشان انا ارتاح؟ الطريق ذبحني. ايش طريقه؟ البارح وانا وصل الحريم كنت امشي وانا عمي، كنت امشي وانا ما اشوف اغمض. شنو هذا اللي متعبك؟ بعد عندي حكي وايد يا رقيه. صبري علي شويه بس، صبري علي. بمشي انا قبل لا يرتفع ضغطي. حاضر. صح صح. مع السلامه. على مش تاخرتي؟ ما تاخرت. ما تاخرتي. وين نوره؟ اصلا انا جايه باخذ السياره. بنروح على نوره، بعدين انت وايد تسالين اسئله. قطع. خلاص يبا بسكت، ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهداها. مني؟ المعلمة رقية. ها؟ أقصد الأستاذ رقية، ما ليش فيها معصبة علي وحالة تعالى. هو ليش؟ للحين ما أدري ليش، للحين ماني عارف السبب. ما أدري إيش فيها، ها؟ يمكن لأنها صفطت ويتمشي للبيت، ما أدري، يمكن يمكن. كل هالمشي هذا، إي يمكن. لا لا أكيد أكيد أكيد. يتمشي وتعبت. صحيح. ما عندها رياقة. الله يستر منك يا رقية. لا حول ولا قوة إلا بالله. رقية تعبتني نفسيا. يا مرزوق انت تعبان نفسيا وايد. ادام كذي يا تنام او تاكل. ادام ماكو اكل انا اقول نام. نام. ليش ما نام؟ Thank you.
كلمة فوز هورت قلبي يا يما، بس ما أقدر أقول لك شيء. شو أقول لك يا يما؟ قولي قولي يا منسية، لا تستحين. إلا إذا عدتني واحد غريب هذا شيء ثاني. بصراحة يا منسية، أنا البارح طول الليل ما نمت ولا غمضت عيني، طول الليلة تقلب بالفراش، أقول شو اللي خلى منسية ترجع ابن صايف الليول؟ أنت تشك فيني؟ لا حشا والحشا عن أنف يمين، أنا ما شك فيك وما عاش اللي شك فيك، أنت يتاج راسي وراس الفريج كله، بس ممكن أعرف شو اللي خلاك ترجعين متأخر؟ أنا لقيت لي شغلة كذي أكل عيش من وراها أنا وبناتي، وهذا اللي خلاني أرجع تالي الليل، وأنت شفتني بعينك، أنا كنت مع أخوي مو بروحي. إيه أنا شفتك، بس أبي أعرف يعني هذا مو تدخل في شؤونك الخاصة ولا تطفل مني، ممكن أعرف شنو هي الشغلة اللي لقيتيها عند رقية؟ رقية اشتغلت طقاقة وتبيني أكون معاها مع بنات العدة. طقاقة؟ قوة فوز. هلا. ها وين رفشت علت؟ مع البنات. ايه مخليتك بروحك؟ واي يما، اصلا حبيت انا كلها قاعدة بروحي. ايه عيلي ماخذ عقلك يتهنى به. طيب هذه مالت بس. انا وين وهذه وين؟ لا شكرا. توا قاعد من النوم؟ لا 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 ماني زعلانة. هو ايش فيك تحاتي؟ قلت لك ماني زعلانة. مرزوق ما اقدر اكلمك وانا اسوق. لازم الفنان يحترم قوانين المرور. لا بالله كلام مش عدل. التزمي بقوانين المرور. يقول لك الشعار لا تتصل خاف ما تصل. الو 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 يا سدته ظهر قلت الشعار غلط. شيش علامك؟ بلين صار لي ساعة وانت واقفة على الباب. من عند الباب؟ هذا صالح يارنا. ياركم صالح؟ واقف معاك لهالمدة ايش عنده؟ ما عنده شيء مسكين. شافني البارحة طالع بالليل يقول لي شندك رايحة عند رقية. هي الردي انت وين؟ هو شكو؟ اقعد يا معود احنا ناقصين بس تبي تطق وتهاوش. شكو يا منسية شكو، ترى هذا إذا ما وقفناه عند حده ترى راح يتمادى. وي عادي مرزوق، كان زين كل اللي يران نفس صالح. ما شاء الله عليه أدب وأخلاق ويحس بالجار. ها؟ الله أنت أبخص. صار لكم كم شهر هني ومتعرفون الريال، بس أنا جديد على هالمنطقة هذه. الله يستر يا مرزوق. الله يستر من هالشغلة هذه. بالأول بقت تشكلي فوز، والحين ياردنا صالح درني أنا رايحة حق رقية. معقولة يا منسية تشتغلين ويا رقية طقاقة؟ ورقية هذه تستاهل واحدة مثلك تمسك لها العدة. حيرتيني معك. لا تحتار ولا شيء، انت عايش عند منسية. منسية اللي كلها هموم بهموم، ما شافت شيء بحياتها، ضحت وضحت وضحت وما تدري التضحية بتالي وين بتوصلها. يعني أنا اللي زودت همومك يا منسية؟ لا يا أخوي لا، يمكن أنت الشيء الوحيد اللي يضحكني ويسليني بحياتي. أنا مو عايشة يا برزوق. منسية أنا ما أقدر أشوف دموعك واللي يسلمك خلاص عاد. وأنا أخوك خلاص مسح دموعك.
حد قدر يمسح دموعي مرزوق. ما اقدر ابكي قدام بناتي، اخاف احسسهم انهم ضعف. انا تعبت، تعبت يا مرزوق، تعبت. شوفي منسية، ترى ان شفت دمعتك مره ثانيه ترى كيفك، اسوي جريمه، انا ذباح. يا حسرتي انت، كل كلمه ثانيه جريمه جريمه، ايش حق بتسوي جريمه؟ انا ما حد باذيني. بس انت اذيتيني انا. يا خيتي واللي يرحم والديك يا منسية، بس عاد كافي. قلتي اللي بقلبك كله، ترى انا مضيوم. هذا شفي ما دق علي اليوم كلش، يعني على بنا صاير ثقيل، اخاف يبيني انا اللي بعد ادق. لا يبا، خل اروح انا، لا تكون تلفون عندي بعد انفصل. رايك اقول حق سالم على الموضوع؟ مصدقك تبي ياكلك؟ ليش ياكلني؟ بعدين مهما يصير سالم اخوي العود ما تعودت اخش عليه، ما يخالف، خل اخذ رايه يمكن استانس. كيف تبي تقول له؟ قول له، بس انا ادري انه ما راح يفيدك بشيء. اسمعني، شيك عمي، انا تمللت خلاص. وين تبي تروح؟ خلاص بس ليه متى؟ بطلع خلاص، طفست، مت. ايش تبي تسوي يعني تطلع؟ لا اهل ولا احد، ايش عندك يعني؟ عمي تمللت، بطلع بروح البحر، بروح اسوي تان. عمي حرك حرك حرك، يلا يلا. فاضيلك انت سالم. هلا، ابيك موضوع. ايش عندك؟ اذا طلعت من هني ان شاء الله يعني الله كتب لي نصيب بتزوج، راح ترقص بعرسي؟ شو الحكي هذا؟ ها؟ شو الحكي هذا؟ سالم ليش تضايقت؟ أكيد برقص بعرسك، مجنون أنت؟ عندي غيرك بالدنيا؟ صدقك أنت؟ فرحتني والله، أول مرة أحس بابتسامتك هذه، فاقدها من زمان ما حاس فيها، حسسني بالأخوة. لا تلومني، الدنيا كذي، الدنيا ما لها امان، حتى الاخو ما في خير حق اخوه، بس انا عيوني لك. شوف يا فهد، اسمعني، انا بيك تعيش، كل فلوسي حقك، ماي عيوني حقك، ابيك تستانس، عدل انك شباب ما شفت الدنيا، إن شاء الله تطلع من هنا وتستانس وعندك فلوس. إن شاء الله، وأكيد أنت معاي تطلع. إن شاء الله. أروح حق عزيزة. رقم غريب، إن شاء الله عرف يا ربي. ألو؟ هلا والله، ايه عيوني معاك الطقاقة رقية، مكتب أفراح؟ إن شاء الله. شلون؟ شو تقول؟ الطقاقة اللي اتفقتوا معاها ماتت؟